تاريخ الإنساني مش حينسى اختراعات القرن العشرين، هالفترة الزمنية اللي شهدت نهضة علمية وإلكترونية غيرت الكون. القرن العشرين بيمتد بين يناير 1900 حتى ديسمبر 1999. التلفزيون حيضل أهم اختراع عرفه القرن العشرين. أول تلفزيون كان بالتعاون بين المخترعين جون بيرد وفارسورث عام 1929 عبر شركة إلكترونيك تي في. الطاقة النووية غيرت اللعبة بالعالم، طاقة نظيفة غير ملوثة قادرة بكمية قليلة تولد كهرباء لمدينة كاملة مثل ما أنها قادرة تدمر مدينة كاملة، فأصبحت عام 1986 أكبر سلاح مدمر بالعالم. الراديو اخترعه العالم الإيطالي ماركوني عام 1902 لما قدر عبر جهاز يرسل ويستقبل إشارات عبر الأطلسي. الراديو قدر يساعد عام 1909 على إنقاذ ركاب سفينة فيكتوريا من الغرق. الأنتيبيوتيك اكتشف العالم ألكسندر البنسلين عام 1928. المضادات البكتيرية أصبحت علاج رسمي للقضاء على بعض أنواع البكتيريا المسببة للأمراض. استخدم ألكسندر بالحرب العالمية الثانية لعلاج الجرحى. ابتدى عصر الحواسيب المبرمجة بين عام 1936 وعام 1938 ليتوصل أصحاب شركة أبل لأول حاسوب عام 1976. المشروع اكتمل مع اختراع الإنترنت بشكل تدريجي وصولاً لعام 1991 مع العالم تيم بيرنرلي. لا تعرفوا أكثر، سلسلة القرن العشرين أحداث واختراعات متوفرة على DVD بجميع المكتبات العربية.